حسان يا حسان خف اجرك شويه من ما يجي الدكتور. يلا ابو نادر يلا احلى بيض لاحلى ابو نادر سيدي. هلا اذا اجى الدكتور ما بنقدر ناكل ولا نعمل بعد ما يجي. شيلها على الارض شيلها. خيو ارجع اخذني بعد شي ساعة ونص ساعتين. قول الله. مرحبا. شو وين العالم؟ هلا بيجوا. تعال قل لك الأمة معنا لبين ما يجوا. اعطيها 50. لك شو قل لك الأمة يا ابو نادر؟ نحن موعدنا الساعة 3، ما في حدا باين. ألف ولو دكتور بقى شو مفكرنا نحن بإنجليزيا يعني؟ هون العالم بتقول لهم 3 بيجوا 4 4 ونص وعلى كثير على 5. قول 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 هيك البيضات بلديات ما فقسي هات قول شري. ليش هيك نايمين منظرهم مدري كيف؟ والله هذا ابو نادر سيدي بحبوا للبيض عيون. ما هو هون الغلط يا ابو نادر. نحن جايين نوعي العالم على هالقصة هيك. كل شيء له علاقة بالدجاج لازم ينطبخ بدرجات حرارة عالية كتير. ليش؟ لحتى يقضي على الانفلونزا اللي فيه. طيب دكتور وكيف الواحد بده يعرف بانه انحدى؟ سؤال وجيه. هو من جنب الواحد بصير بيعطس، ومن جنب تاني بصير بيسعل، ومن جنب ثالث يعني هذا اخر يعني شو اسمه بصير معه. فهو لما بيعطس وبيسعل وشو اسمه بصير كل جسمه كيف بيقول لك بصير بيجعه جسمه كتير، فيعني خواصره بينحلوا. لك ايه حاجتك بقى ولك دكتور تعمل لي من حبة قبه؟ كل سنة منقرب ومنعطس وهذا الشو اسمه اللي عم تقول عنه وما بصير شيء، وين المشكلة يعني؟ ليك شو عم يحكي؟ بعرف انه القريب يعني الواحد بيسعل فيه وبيعطس فيه وشو اسمه، بس القريب العادي يومين ثلاثة بتروح القصة. بهذا القريب تبع الانفلونزا 99% بيفطس البني ادم. حسون مرة تاني اذا بتقلي البيض عيون والله عيونك لقلعون، ولا بتضل حاطهم على النار عم تقليون عم تقليون لحتى يتشلطوا وتطلع ريحتهم.